استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالجوف جبلي عدوان والأقشع وتقدمت نحو منطقتي النادر الجنوبية المحافظة بعد معارك عنيفة منذ صباح اليوم. وقال قائد ميداني في الجوف بأن قوات من المقاومة الشعبية باتت على مقربة من البوابة الشرقية لمعسكر اللبنات. قالت مصادر محلية بتعز أن ميليشيات الحوثي والمخلوع قصفت عشوائيا وبشكل جنوني الأحياء السكنية في المدينة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال. وتقوم ميليشيات الحوثي بقصف المدنيين ردا على أي انتكاسة تحدث لها على الأرض. تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وصناطق والتباب المحيطة بالجيش الوطني، قد استعادت مواقع في الخط الواصل بين الشرجة والرعيدة جنوب شرقي تعز. قال قائد مقاومة تعز الشيخ حمود المخلافي في حوار صحفي إن المقاومة الشعبية لا تعول كثيرا على المشاورات مع المتمردين الحوثيين في جنيف المقررة الأسبوع المقبل، موضحا بأن السعي الحوثيين والصالح للهدنة هدفه كسب الوقت فقط، وأنهم لن ينفذوا شيئا من التزاماتهم كما أثبتت ذلك التجارب السابقة. تفقد قائد المنطقة العسكرية 3 لواء عبد الرب الشدادي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة في الجبهة الشمالية في مجزر والجدعان بمحافظة مأرب. وتفرض قوات الجيش الوطني والمقاومة في شمال مأرب حصارا شاملا لمعسكر ماس الذي تتمركز فيه ميليشيات الحوثي وصالح. سقط 10 مسلحين حوثيين قتلى وجرحى في هجوم لرجال المقاومة الشعبية فجر اليوم على مواقعهم في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وغنمت المقاومة مجموعة من الأسلحة. بدورها قصفت ميليشيات الحوثي والمخلوع بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية قرى ومنازل المواطنين في المديرية ذاتها. شنت مقاتلات التحالف صباح اليوم غارة على قاعدة الديلمية الجوية بالقرب من مطار صنعاء الدولي، كما شنت غارات على معسكر الاستقبال ومعسكر الغوش التابع للدفاع الجوي بمنطقة ضلاع حمدان شمال العاصمة صنعاء.